الخمس مباريات الأخيرة صراحة يعني أعطتنا نظرة حقيقية على مدى جاهزية المنتخب تاعنا، رغم أننا كنا متمنيين نلعبوا صباح مدورات أخرى، بس كل احتكاك هو اللي يطلع المستوى. قد ما تحتك بفرق كبيرة وفرق مستوى دولي، المستوى تاع اللاعبين تاعك يكبر ويربحوا في النضج ويربحوا في الثقة، وزيد كذلك زيد تكتشف لاعبين آخرين، باسكو أحسن معيار لتقييم العامل تاعك هو دون ان كونتكست انترناسيونال، مستوى دولي. ولهذا نظن يعني كانت هذه النقطة اللي كانت أنايا بارسونالمون والطاقم تاعنا يكونوا متحصرين منها، كنا حابين يكونوا عدة مباريات دورات اللي تخلينا نوقفوا على يعني على كل دقيقة وصغيرة. مام كاين بعض لو شوا كذلك على ولادنا اللي ينشطوا في الخارج كذلك، يعني صح كاين بزاف يقول لك باللي كاين لاعبين راهم ينشطوا في الخارج، طبعا على بالنا بلي ان فيفي، ولكن من الصعب انك تتحصل عليهم خاصة بلي مربوطين مع فرق وفي الفئات الشبانية. ما يغفلكمش بلي ما كانش تاريخ فيفا، دونك ولهذا يعني هذا يعود الى علاقات ما بين مدراء مراكز التكوين مع الاتحادية والمديرية الفنية. وكما تعلمون وش صار يعني في البطولة الفرنسية، ماشي سهل بلش يعني لاعب يعني يقدر يفرض نفسه، ولا رغم ان كاين لاعبين كانت عندهم الشجاعة صراحة نحييهم، دوك جو لي بريزونتي، كانت عندهم الشجاعة انهم تحداوا فريق تاعهم وقال لك نشاركوا مع المنتخب الوطني في كأس افريقيا.